انا مش بقول الكلام ده لا من النهاردة ولا من امبارح، انا بقول الكلام ده بقالي 10 سنين علشان الصورة كانت واضحة قدامي. عارف الذل بدأ من امتى؟ الذل بدأ مثلا تقدر تقول من وقت ما خيري رمضان طلع جاب المساعدات والاعانات الهدوم والبطاطين بتاعت الاماراتيين وطلع على الهواء بمنتهى الحقارة والوضاعة وهو مبتسم وفخور ويقول البطاطين وصلت يا رجالة. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ذل مصر وشعبها عمره ما حصل بالشكل ده الا على ايد عبد الفتاح السيسي وشوية العساكر. استكمالا بقى لمسلسل الذل اللي ماشي، النهاردة سفير السعودية في القاهرة بيقول لنا طال عمره ان لحوم الهدي والاضاحي بتاعت عيد الاضحى اللي فات جاهزة يا مصريين، جاهزة علشان تاخدوها بقى زكاة اعانة معونة صدقة تجارة، سموها زي ما تحب سميها يا بيه، بس سفير السعودية بيديك لحوم الهدي. ادي الخبر، خبر معانا اهو مش جايبينه من عندنا، القاهرة 24 بتقولك السعودية تسلم مصر 25,000 أضحية ضمن حصتها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي. المملكة ما بتوزعش اللحوم دي على شعبها، المملكة ما بتوزعش اللحوم دي على الفقراء من الشعب السعودي، لا بتبعتها ل 25 دولة منها مصر. بقينا بناخد الدبايح صدقة أو زكاة على صحة تركي آل الشيخ. لو حضرتك هتفكر كأنك كائن لا مؤاخذة بيأيد السيسي علشان مستفيد منه، هتقولي بقولك ايه العلاقات بين مصر والسعودية دي زي الفل، ومصر الشقيقة الكبرى واللي بيحصل ده عادي، ايه المشكلة يعني، وعموما مصر عزيزة بأهلها وكبيرة ومش مهم ناخد الهدي ولا ناخد صدقة عادي. في بعض الناس بتقول كده اللي هم عندهم مشكلة في الكرامة، طيب يقول لك كمان مش مهم ناخد الهدي ولا طيب يا سيدي تفضل حضرتك فتح عينيك كويس، تعال شوف نماذج من السعوديين، انا ما بقولش كل الشعب السعودي لان التعميم ما فيهوش انصاف، نماذج من بعض ضعاف النفوس بيقولوا عننا ايه في موضوع لحوم الهدي والاضاحي. وبالمناسبة انا ما بعممش على الشعب، شعب الجزيرة العربية او شعب السعودي، لا فيهم ناس كويسين كتير، ولكن احنا حكومتنا حطتنا في منطقة ان ضعاف النفوس والناس اللي عندهم مرض نفسي يتنمروا علينا بالشكل اللي هتشوفوا معانا ده. ابو بتال بيقول لك احنا اللي اكلناكم، على سبيل المثال ابو بتال شايف ان هم اللي بياكلونا. طيب وريني واحد تاني من النشمية بتقول لك وهم ياخذونها ويبيعونها على المساكين، طبعا قصدها الحكومة وهي عندها حق لان ده اللي بيحصل. مخرج بيقول لك او مخرج تسعة، مخرج تسعة بيقول لك صدقة ليهم، خطية في مصر الكيلو ب 450 جنيه صار حلم تاكل لحم لكل مصري والفلسطينيين ايضا. عارف التنظير والتنمر ده مخرج تسعة. اما الجود بيقول لك الله يتقبل سواء فلسطين مصر او غيرها من المحتاجين. يا سلام يا سلام يا سلام، شفت السيسي وصلك لفين يا بيه؟ طيب بعض المصريين على منصة اكس ما عجبهمش الكلام، ما قبلوش ده، ما قبلوش التنطيط ولا اللي هو حسن ونسيدك والكلام ده، فردوا عليهم بالشكل اللي هتشوفه معايا. جي بيقول الحجاج المصريين رسميا وغير رسميا حوالي 80,000 حاج، وكل حاج بيدفع صك الأضحية يعني من فلوسنا مش صدقة. ده جمال بسيوني اللي رد وقال كده. أما محمد بيقول طبعا دي في الأصل أضاحي الحجاج المصريين الذين يقدرون بالآلاف وأكبر عدد حجاج وتم رجوعها، يعني بيرجع الحق لأصحابه، وأيضا لينا 75,000 أضحية باقية، وطالما أرسلت لغزة أرسلت لغزة نحن موافقين. عموما شكرا على التبريد والمحافظة على أضاحي المصريين وإرسالها لنا مرة أخرى ولغزة، شكرا آل سعود. المصريين بيقولوا والله دي أضاحينا ورجعت لينا مرة تانية. عارفين حضراتكم لحوم الأضاحي دي؟ اللحوم دي بتهديها السعودية ل 25 دولة هي شايفة إنها من أفقر 25 دولة في العالم. بتديها
لدول منها يعني هتبص على الدول دي هتلاقي منها البعض منكوب بفعل الحرب او بفعل المجاعة او بفعل الاوبئة والامراض. تعالوا حضراتكم شوفوا بعض الدول اللي بتروح لها اللحوم الهدي والاضاحي من السعودية ومن ضمنهم مصر. تعال شوف معايا كده. السعودية ترسل حصة من لحوم الأضاحي إلى مصر ضمن 25 دولة من الفقراء المستحقين للحوم الهدي والأضاحي. مصر، بنجلاديش، سوريا، لبنان، فلسطين، جيبوتي، السودان، النيجر، تشاد، مالي، موريتانيا، غانا، سيراليون، غينيا، جزر القمر، موزمبيق، جامبيا. المهم تبقى أحسن من سوريا والعراق. الله، ده العراق مش هنا، هنا سوريا بس. ده اللي وصلنا ليه نظام عبد الفتاح السيسي، انك ضمن الدول الفقيرة اللي بتاخد لحوم الاضاحي. الحكومة دي حقيقتها ايه؟ الحكومة دي يا سيدي الفاضل حقيقتها انها بتفقر شعبها، وبتخلي الشعب جعان، وبتخلي الشعب مش لاقي ياكل، ومنتظرين من الشعب يمد ايده للصدقة ويفرح بيها. وعادي عادي، هتلاقيهم بيقولك عادي، دي بتاعتنا، ايه المشكلة؟ لكن حاشا لله شعبنا يبقى ذليل او مهان، لان الذل والمهانه مش للشعب، الذل والمهانه لعبد الفتاح السيسي وحكومته. اللي ذلنا الذله دي هو السيسي. السعوديه في الموضوع ده بتكمل دورها في دعم صناعتها. مين صناعتها؟ السيسي. صناعتها اللي دعموه في انقلاب 2013. انتوا فاكرين السعوديه كانت داعمه للانقلاب؟ افتكر معايا، السعوديه كانت بتدعم انقلاب عبد الفتاح السيسي من 2013 من اول يوم. ازاي؟ شوف معايا. السعودية، ما حدث بمصر ليس انقلابا وسنعوض قطع المساعدات. الفيصل اللي قدامكم ده يعني عند الله دلوقتي. نأسف الموقف المجتمع الدولي من الازمة، ومن يحكم مصر حكومة مدنية. اللي قدامكم ده رئيس وزراء وزير خارجية السعودية وقت الانقلاب، كان بيدعم عبد الفتاح السيسي وشايف انها حكومه مدنيه وان ده مش انقلاب عسكري ولا حاجه. في الاخير يا طويل العمر، انت لو زليت حد فانت ما زلتش غير السيسي ونظامه وعصابته، ودول صنعتك، ودول بالمناسبه بالنسبه للمصريين مش بيمثلونا، ما بيمثلوش الشعب المصري. دول شويه حراميه ماسكين البلد بقوه السلاح والامر الواقع، ودعمكم ليهم اللي خلاهم يمسكوا الحكم على دم المصريين. يعني اي حد عنده هوس او فكر احب اقول له اوعى تفكر في اي يوم من الايام، اوعى تفكر انك تقدر تذل المصري ابدا، اوعى تفكر انك تقدر تذل المصري او تهينه ابدا. ربنا يعين ناسنا وشعبنا على اللي احنا فيه دلوقتي، على ايد الحكومة الفاشلة والزعيم التافه ده.